هنتكلم النهارده ان شاء الله على الابر فور. الابر فور احنا اتفقنا قبل كده ان احنا الابر فور واخد كلمتين احنا هو اللي فيها يونيك قوي، ان هما الاونلي بري مولر له تو روتس، ودي مهمه جدا واحنا بنشتغل على الميزيال اسبكت، وان هو ده اونلي توث اللي الميزيال كونتاكت اريا فيها هاير سيرفايكال يعني الديستال كونتاكت اريا، ودي هتبقى مهمه واحنا بنشتغل على الايه الليبيال اسبكت. اللي احنا هنبدا بيه الاول اللي هو الميزيال اسبكت، واحنا بنتكلم على الميزيال اسبكت لازم نبقى عارفين حاجتين مهمين، ان احنا بنشوف تو روتس وتو كاسبس. ده معناه ان الميد لاين بتاعنا او الليبيال اوت لاين مش هيقابل اللينجوال اوت لاين لا في الروت ولا في الكراون. طيب احنا دلوقتي بنرسم الميزيال اسبكت بتاعنا بايكويشنز بمعادلات كده. المعادلات بتقول ايه؟ المعادلات بتاعتنا بتقول ان البكال كاسب تيب سنترد بيلو البكال روت، والمعادله الثانيه بتقول ان اللينجوال كاسب تيب with the lingual outline of the lingual root. يبقى احنا لازم واحنا بنرسم الميزيال اسبكت تبقى معانا الايه تبقى حاطين في دماغنا الافكار دي. طيب تعالوا نشوف بقى احنا هنرسم التوث بتاعتنا ازاي. هنرسمها عادي جدا، ده طول الكراون بتاعنا 9 مللي وطول الروت بتاعنا ايه 14 مللي، وهنقسم الكراون بتاعنا هنرسم الميد لاين، وهنقسم الكراون بتاعنا 3 ثيردز 3 ايفن ثيردز على قد ما تقدروا، والتسعه دي هتنفع تتقسم 3 و3 و3. طيب احنا عندنا ميجر السيرفايكال لاين بتاعنا 8 مللي، وميجر الكريستوف كيرفيتشر بتاعنا 9 مللي. عظيم. يبقى انا هاخد هنا 4 عند السيرفايكال لاين، و9 مللي دي البكال كريستوف كيرفيتشر بتاعي، وده اللينجوال اهو البكال كريستوف كيرفيتشر بتاعي عند الجنكشن ما بين الميدل والسيرفايكال، يبقى هناخد هنا 4 ونص، واللينجوال كريستوف كيرفيتشر بتاعي عند الجنكشن ما بين في الميدل اوف ذا ميدل ثيرد، يبقى هاخد هنا الاربعة ونص الثانيه. يبقى فاضل عندي ازاي هحط المسافه بتوين التو كاسبس دي، تمام؟ ودي هناخدها من المعادله بتاعتنا هنا. كل البري مولرز بتاعتنا او الغالبيه من البري مولرز بتاعتنا لما بنيجي نقول ان احنا محتاجين نوزن الاوكلوزال ديستانس بتاعتنا دي، بنقول ان الاوكلوزال ديستانس دي دايما السيرفايكال لاين ناقص واحد، السيرفايكال لاين ناقص واحد، يعني بالمعادله بتاعتنا هنا دي المفروض تطلع 7 مللي، تمام؟ طيب ال 7 مللي دي واحده هتمشي معاها من المعادلات بتاعت الابر فور، وواحده مش هتمشي معاها، بمعنى ان احنا لما نقول ان البكال كاسب تيب سنترد بلو البكال روت، ال 7 مللي دي على 2 يبقى 3 ونص، يبقى انا هقدر اخد هنا 3 ونص واظبط بيها ميجر الاسبكت من هنا، تمام؟ بس تعالوا نشوف بقى ال 3 ونص دي لو حطيناها هتمشي مع الايكويشن الثانيه دي ولا لا؟ اللينجوال كاسب تيب مع اللينجوال اوت لاين اوف ذا روت، اللينجوال اوت لاين اوف ذا روت يعني طالع من ال 4 مللي هنا. يبقى انا لو خدتها 3 ونص مش هظبط الايكويشن دي، ودول المعادلات اللي مهمه بالنسبه لي في الفور، يبقى اذا عندي هعملها هنا مش همشي على المعادله دي من هنا وهعملها 4. يبقى الليبيال اوت لاين بتاعي هرسمه 4 عند السيرفايكال لاين، 4 ونص عند الكريستوف كيرفيتشر اللي هو عند الجنكشن ما بين الميدل والسيرفايكال، و3 ونص هو مكان الاوكلوزا مكان البكال كاسبتر. طيب اللينجوال اوت لاين بتاعي هرسمه 4 عند السيرفايكال لاين، 4 ونص عند الكريستوف كيرفيتشر، و4 مره ثانيه عند السيرفايكال لاين عشان اعرف احقق المعادله، سوري عند الاوكلوزن عشان اعرف احقق المعادله دي. وهرسم ازاي؟ هرسم ستريت من السيرفايكال للكريست، وستريت من الكريست لحد الجنكشن الميجر اللي انا واخداه عند الاوكلوزن، اجين ستريت من السيرفايكال للكريست وستريت من الكريست لحد الايه؟ الاوكلوزن. طب الروت تاني احنا هنا هنشوف تو روتس، تو روتس دي يعني الليبيال اوت لاين واللينجوال اوت لاين ما ينفعش يتقابلوا في الميد لاين. طب هنرسمه ازاي؟ هنرسم البكال اوت لاين بتاعنا هيمشي سلايتلي ستريت، وبعد كده يبتدي ياخد سلايت كونفكستي، ما تخرجش بره الكراون، ما تخرجش بره الكريستوف كيرفيتشر بتاع الكراون اللي هو الاربعه ونص، تمام؟ يبقى لازم لما ادي ما تخرجش عن الميجر ايه ده، لازم تبقى في قلب الايه، حتى انتوا لو شخطتوا لكم ان هي داخله ايه لجوه عشان ما تدينيش بالجنج. واللينجوال هنمشي بيه ستريت اوت لاين لحد ما نوصل عند الابيكال ثيرد يبتدي يلف. لازم تاخدوا بالكم كويس جدا وانتوا بترسموا البكال اسبكت الميزيال اسبكت بتاع الابر فور ان الدايمنشن ده ما يصغرش عشان تقدر تفتح تو كاسبس، وان الدايمنشن ده ما يصغرش عشان تقدر تفتح تو روتس. يبقى احنا هنبدا دلوقتي هنقيس طول الكراون بتاعنا 9 مللي، وطول الروت بتاعنا هيبقى 14، وهنقسم
زي ما احنا متعودين، 3 thirds على قد ما تقدروا زي ما اتفقنا تبقى even، وميد لاين. انا ممكن لو انا مش عارفة او ممكن اتوه في البلوك، اعلم انا السايد البكل بتاعي مثلا، اكتب هنا حرف بي اهو اللي هو ده البكل بتاعي، عشان خاطر الناس اللي ممكن تتوه وهي بترسم. وبعدين هاخد الناحيتين من الميد لاين بتاعي 4 و4 عند السيرفايكال لاين، وبعدين البكل كريستوف كريفيتش احنا نقينا اهو، يبقى البكل بتاعي هيكون هنا، هناخده 4.5. اللينجوال كريستوف كيرفيتشر في الميدل اوف ذا ميدل، الاربعة ونص التانيين. وبعدين تحت عند الاوكلوز الاوت لاين بتاعي انا هرسم 3.5 من ناحية البكل، وهناخد 4 من ناحية اللينجوال، وهوصل ستريت من السيرفايكل للكريست، وستريت من الكريست لحد الاوكلوزل تاني من هنا، وبعدين في الروت ده البكل تاني. يبقى انا اذا عندي يعني ده البكل اوت لاين بتاعي، يبقى انا لما اجي ارسم هطلع حته ستريت صغيره، واخرج كونفكستي خفيفه، واللينجوال همشي بيها ستريت والفها كونفكس. يبقى ده شكل الرسمه اللي احنا هنشتغل عليها. طيب انا سيحت هنا الروت، وزي ما انتم شايفين انا دايما بسيب جزء من الروت اوت لاين بره شويه، بعيد شويه عن الاوت لاين، عشان لما اجي افنش على البارد. وبعدين هسيح الكراون، هسيح الكراون زي ما كنا بنسيح بالظبط في الانتيريور تيث. يعني ايه؟ يعني هسيح من السيرفايكل للكريست الاول عادي جدا، زي ما كنا بنعمل في الانتيريور تيث الاول، من السيرفايكل لحد الكريست اهي، وتاني الكراون والروت الاثنين تقريبا على نفس الليفل، مفيش اي كونستريكشنز، مفيش هنا اي خطوط فاصله بينهم. وبعدين هشيل المثلث اللي موجود تحت ده اللي هو من اول الايه الكاسبتيب لحد الكريست. وانتوا بتسيحوا الجزء ده لازم تاخدوا بالكم انكم ما تقفلوش الاوكلوزال دايمنشن، عشان لو اتقفلت منكم هتبوظ السن. تاني كل ما اعمل الخط ده يطلع عندي هنا الكريستوف كيرفيتشر، كل ما ازقه لفوق الكريستوف كيرفيتشر بتاعي يطلع لحد ما يبقى عند الجنكشن في المكان اللي انا عايزاها بالظبط، زي ما كنا بنعمل مع الانتيريور بالظبط. البلوك هنا ضيق تقريبا على قد الرسمه بتاعتك، فكل مره لازم تاخد بالك ان انت ما تقفلهاش قوي، او ما تبقاش النايف بتاعتك سخنه قوي عشان ما تبوظش الشغل. وبعدين من ناحيه اللينجوال هسيح برضو من الكريست لحد سوري من السيرفايكال لاين لحد الكريست، وبعدين في هنا حته هي عاليه شويه، ده معناه انا ما كنتش مسيحها هنا مظبوط، والنايف بتاعتي شويه ما هيش سخنه قوي ما هيش ساقعه قوي، هنمسحها تاني. وبعدين هسيح الايه الجزء التاني اللي هو من الكريست لحد الفروقات، هنا كلها نص ملي، فخليكم بالكم وانتم بتسيحوا عشان ما تتقفلش الاوكلوزال دايمنشن. شايفين الاوكلوزال دايمنشن عندي هنا قد ايه؟ المساحه دي كلها انا هقدر افتح فيها 2 كاسبس. وبعدين انا هستنى لحد ما النايف بتاعتي تبرد اوكي، وبعدين ابتدي افنش. هفنش ازاي؟ هفنش زي ما كنا بنفنش في الانتيريور بالظبط. يعني ايه بفنش في الانتيريور بالظبط؟ يعني عايز السايد اللي ناحيته الرسمه ده يبقى قد السايد اللي بعيد من البلوك من الناحيه الثانيه، وبنفس الترتيب هبدا بالروت. واهم حاجه وانتوا بتسيحوا الروت او انتوا بتفنشوا الروت مره كمان ما تقفلوش المساحه دي، علشان دي اللي هيبقى فيها 2 ايبسز، فما ينفعش تتقفل قوي، فنشوها بس على الرسمه مش على مزاجكم. وبعدين من السيرفايكل للكريست من غير ما تزقوا الكريستوف كيرفيتشر خالص ينزل ناحيه الميد لاين، سوري ينزل ناحيه الميدل ثيرد. وبعدين من تحت الكريست لحد الايه ريدج، وكل مره بصوا على الرسمه بتاعتكم من ناحيه اللينجوال تاني اهو، هظبط شكل الروت. وبعدين من الكريست لحد السيرفايكال لاين لحد الكريست، ولازم لما تبصوا في التوث بتاعتكم يبقى باين ان في كريستوف كيرفيتشر اللينجوال مكانه غير كريستوف كيرفيتشر بتاع البكل. يعني لازم الكريستوف كيرفيتشر يبقى بتاع البكل يبقى فوق كده عند الجنكشن، وبتاع اللينجوال يبقى في الميدل اوف ذا ميدل ثيرد. وبعدين هشيل من ايه؟ من تحتيه اللي هو الجزء الاخراني بتاعي، وهلمع بالشراب بتاعي كويس.
ومن تحت الكريست، وبعدين هعدي على اسبكت مرة واحدة تاني من ناحية اللينجول اهو، وبعدين من تحت الكريست وعدي على الاسبكت كله مرة واحدة. يبقى انا كده اذا عندي ده الشكل بتاع الميزيال اوتلاين بتاعي اللي انا هقدر انقل على اساسه الايه ناحية الليبيا. قبل ما تنقله ناحية الليبيا لازم تبقوا فاكرين كويس قوي ان احنا عندنا هنا التوث بتاعتنا، انه التوث بتاعتنا ان اللينجوال كاسب اقصر من البكة الكاسب 1 مليمتر، فانت محتاج انك تقصر الجزء ده اللي هو من اول الميد لاين ده لحد الاخر 1 مليمتر. 1 مليمتر انا مش عايزه ستيب، يعني مش عايزاك تقف هنا وتعمل لي سلمه كده 1 ملي، لا خالص. انا كل اللي انا عايزاه انك تدفي النايف بتاعتك، ومن ناحيه اللينجوال كل اللي انا عايزاك تعمله انك تمسح بس على خفيف كده، تقوم تقصر الاوت لاين. يبقى الاوت لاين بتاع البك اللينجوال اقصر من الاوت لاين بتاع البكل. ولو في اي واكس الريجولاريتيز، يعني لو في اي واكس اتلزق منك هنا او هنا او وقع لازم تنظفه، وامسح مره تانية هنا. يبقى انت كده عندك كله، ان انت عندك دايما البكه الكسب هيبقى دايما اطول من الايه من اللينجوال كسب. وبعد كده انا هنقل على الليبيال اسبكت. هننقل بقى على البكه الاسبكت بتاعنا، البكه الاسبكت بتاع الابر فور. البكه الاسبكت في الابر فور هنشوف 1 كسب 1 روت. ده معناه انك في البكه الاسبكت ده 1 كسب 1 روت، يعني لازم التو اوت لاينز يوصلوا لحد الميد لاين. لكن هنا في الميزيال لا، كان عندنا 2 كسبس 2 روتس، وبناء عليه التو اوت لاينز كان في دايما بينهم وبين الميد لاين مسافه. في البكل ده مش هيحصل. طب تعالوا نشوف المسافات بتاعتنا او الدايمنشنز بتاعتنا قد ايه. الدايمنشنز بتاعتنا السيرفايكال لاين بتاعنا 5 مللي، والكونتاكت ارياز بتاعتنا 7 مللي. يبقى انا اذا عندي هنا هاخد الميجر بتاع السيرفايكال لاين بتاعي عادي جدا، اللي هم اللي كانوا 9 مللي بتوعنا، احنا نقلناها ده البلوك دلوقتي بالظبط على قد الرسمه بتاعتنا، اللي هم 9 مللي وال14 مللي، البلوك كده على قدهم بالظبط. انت عندك هنا الخط ده اللي هي جانكشن الاولانيه دي متعلمه بالكريستوف كيرفيتشر اللي موجود عندك زي ما كانت في الانتيريو تيث بالظبط. يبقى بقى فاضل عندنا بس الجانكشن دي اللي انت عايز تنقلها. المشكله في نقل الجانكشن دي من الميديال اسبكت للليبيا البكال اسبكت بتاعتنا انها دايما بتطلع اطول. هنا احنا هنقيس تاني زي ما عملنا في الكناين بالظبط، هقيس تاني 3 مللي من تحت، واعمل انا جونكشن، انا هكرييت جونكشن جديد، انا هوجد جونكشن جديد. لما بتنقلوها بتكون النتيجه انها بتطول قوي، يعني بتبقى مثلا زي هنا لما بتبقى هنا دي بتخلي نص التوث سلوب ونص التوث بيكون عباره عن بادي، وده بيبوظ الدنيا، او اوت لاين وده بيبوظ الدنيا. وهاخد ميد لاين بتاعنا، تعالوا نفتكر الكونتاكت ارياز موجوده فين. الميزيال كونتاكت اريا كانت موجوده جاست اوكلوزل للميدل اوف الميدل ثيرد، والديستال كونتاكت اريا موجوده عند الجنكشن بتوين الميدل والاوكلوزل. عشان كده احنا كنا قايلين هنا ان الابر فور از ذا اونلي توث الميزيال كونتاكت اريا بتاعتنا هاير عن الديستال كونتاكت اريا. يبقى احنا عند السيرفايكال لاين، نرجع للرسمه تاني، السيرفايكال لاين هناخد 2.5 و2.5، وبعدين نيجي هنا احنا هنقول ان ده الميزيال وان ده الديستال. اوكي، فهنقول ان احنا عندنا هنا الميزيال كونتاكت اريا جاست اوكلوزل للميدل اوف ذا ميدل ثيرد، والديستال عند الجنكشن. يبقى هنا هناخد الجنكشن، هنعمل 3.5 هنا عند الجنكشن، وهناخد الجاست اوكلوزل دي، احنا مالناش دعوه بكلمه جاست اوكلوزل، احنا اتفقنا ان كل حاجه هنعملها قريبه من الجنكشن. يبقى الميزيال كونتاكت اريا هنرفع بس الكونتاكت اريا عن الجنكشن على طول immediately سيرفايكال ليه، يعني على طول فوق الجنكشن. دايما الميدل اوف ذا ميدل بنعمله فوق الجنكشن على طول زي ما عملنا في الكنايز. وبعدين هنوصل ستريت من السيرفايكال لحد الكونتاكت اريا، ومن الكونتاكت اريا لحد الميد لاين، تاني ستريت من السيرفايكال لحد الكونتاكت اريا، ومن الكونتاكت اريا للميد لاين. اهم حاجه عندي ان يبقى باين وانت في الرسمه بتاعتك ان السلوب الميزيال ده اطول من السلوب الديستال ده حتى لو ملي. ده كل اللي انا عايزاه. الروت احنا هنرسمه عادي جدا ستارتنج من تيبرنج بارلل، وبعدين تيبرنج، وبعدين يقفل مع الميد لاين، لان احنا بيبان من البكل ومن اللينجوال 1 روت. طيب احنا كده دلوقتي المفروض بقى انا لسه عارف ان ده البكل عشان الكريستوف كيرفيتشر هو اللي فوق وده اللينجوال، تمام. هنقل انا السيرفايكال لاين، هنقل السيرفايكال لاين بتاعي زي ما احنا متفقين كل مره،
وبعدين انا هوجد انا هنقل انا او هرسم انا الجنكشن الجديده، هاجي اهو من اخر البلوك واقيس 3 مللي مره تانية وارسم الجنكشن الجديده انا لسه قايسه لها 3 مللي دي دلوقتي اهو، وبعدين هرسم ميد لاين. البلوك ده كبير، مش لازم انت تيجي في نصه بالظبط، انت كل اللي محتاجه بس انك تيجي على الدفاع، يعني مش لازم ترسم في النص قوي، ممكن تيجي شويه ناحيه رسمتك عشان ما تقعدش تسيح كتير من الناحيتين. وادي الميد لاين بتاعي، وبعدين هبتدي ارسم، هقيس بقى 2.5 و2.5. وبعدين هنيجي نقيس التلاتة ملي بتاعتنا، فهياخد الدستل عند الجنكشن اللي هي 3.5، وبعدين فوق الجنكشن على طول، وهياخد التلاتة ونص التانية، وهرسم ستريت من السيرفايكل للكريست، سوري للكونتاكت ايريا، وبعدين من الكونتاكت ايريا لحد الميد لاين تاني، لحد الكونتاكت ايريا، ومن الكونتاكت ايريا لحد الميد لاين. وقبل ما تكمل تسيح او ترسم انت لازم تبقى واخد بالك كويس جدا ان اولا المقاسات ايفن من الناحيتين، الرسمتين قد بعض، وكمان ان وان سلوب باين عندك اطول من التاني، يبقى لازم المقاسات قبل وانت بترسم يبقوا باين ان هم مظبوطين، وفي نفس الوقت الدايمنشن بتاعتك مظبوطه. وبعد كده كمل الروت اهو، ثيرد بارلل وثيرد تيبرنج، والثالث هيقفل مع الميد لاين، بارلل وتيبرنج، والثالث يقفل مع الميد لاين. هسيح الروت زي ما كنا بنسيح الروت العادي بتاع الانسايسورز. عادي جدا، مفيش عندي اي جديد في الايه في التسيح ده اهو. هسيح هنا، لازم الايبكس تبقوا انتم متاكدين انها مقفوله، ومقفوله الى حد ما كتير علشان خاطر ما تتعبكش وانت بتفنش التروتس وانت بتشتغل. الناحية التانية زيها. ما تقفلش الايبكس بتاعتك، يعني احنا كنا دايما واحنا بنرسم واحنا بنسيح الانسايسرز بنبقى عايزين نقفل الايبكس من هنا عشان تبقى مقفوله مظبوط مظبوط، لا احنا هنا هنسيب سبيس شويه علشان خاطر السبيس ده ينفع ان هو يخلينا ان احنا نقدر نفتح التو ايبسز موجودين عندنا، لان انت هتفتح التو روتس دلوقتي وهتبقى ايه محتاج انك تفنش كل واحده فيهم لوحدها، وبالتالي انا مش عايزاها مقفوله قوي راوند زي ما كنا بنعمل في الايه في الانتيرير. طيب انا سيحت كده الروت خلاص، يبقى فاضل ان انا اسيح الكراون. هنسيح الكراون زي ما كنا بنسيح الكناين. يعني ايه زي ما كنا بنسيح الكناين؟ يعني هسيحه الاول على اساس ان هو سنترال، يعني ستريت تماما من الاول للاخر، لحد ما تتاكد ان الكونتاكت ايريا بتاعتك انت ما عملتلهاش اي مشاكل، لا كلتها ولا مسحتها من ناحيه والناحيه الثانيه لا ولا اي حاجه. كل ما تقرب من الخط كل ما كانت النايف بتاعتك باردة تاني، كل السورفس سموث مفيش عليه اي irregularities ولا عليه اي مشاكل خالص. وبعدين هسيح الناحية التانية، برضو كأن انا بسيح ايه incisor. عند المرحلة دي في ناس كتير قوي بتقرر انها تبدأ تعمل lingual conversions وتاخد الليبيا لاين انجلز، واخر خطوه تعملها انها تقص التو سلوبس. يعني في بعض الفيديوهات ممكن تتفرجوا عليها تلاقي ان هو بدا من المرحله دي ان هو يعمل اللينجوال كونفرجنز عشان خاطر يضمن ان هو ما يعملش انجري للتو سلوبس. انا شخصيا ما بعملش كده، لان انا بحس ان هو دايما بيبقى في عندك دايما حته ناقصه وبترجع تاني تفنش السلوبس لوحدهم. بس تعالوا بقى نتفق ان انا عندي عشان اقدر افتح كاسب انا محتاجه 1 كاسب تيب بكل، 1 كاسب تيب لينجوال. فاللي احنا هنعمله ان انا هاجي من الميد لاين اللي انتوا كنتوا راسمينه هنا ده، وهمد خط رفيع جدا على الاوكلوزال تيبل هنا من البكه لحد اللينجوال. المثلث ده كله
اللي هنا ده واللي هنا ده لازم يبقى مش موجود. ولما تيجي تقفل يبقى عندك one cusp tip هنا، يبقوا زي ما احنا كل مرة بنقول زي النايف ايدج كده، شايفين دي فلات ازاي؟ ما ينفعش، لازم تبقى مقفولة نايف ايدج. طب نشوف المشاكل اللي بتحصل واحنا بنسيح الاوكلوزال اسبكت بالذات بتاعتنا عند السلوبس في الابر فور. اللي بيحصل ان الناس بتبقى كير قوي انها تسيح الحتة اللي عند الرسمة، فتروح فاتحة النايف كده ومسيحة كده وزيها الناحية التانية، ويجي يقول لك بص يا دكتور المنظر عامل ازاي، انت كده ما قفلتش خالص، انت لسه عندك الخط اللي انت رسمه لنفسك مفتوح، وعندك هنا مساحة مهولة من هنا ومن هنا. لازم انت لما تيجي تقفل تقفلهم كويس. يعني ايه تقفلهم كويس؟ يعني تمسك التوث في وضع مظبوط وتوقف النايف بتاعتك ستريت وتسيح انت مظبوط على رسمتك، شايفين، وترجع تسيح من الناحية التانية تاني. وكل ما تسيح لسلوب مرة تبص عليه عشان تتأكد انك ما رفعتش لسلوب، ما غيرتش مكان الكونتاكت ايريا، ما عملتش اي مشاكل، شايفين لسه في نفق صغير موجود هنا، انا مش عايزه النفق ده موجود. اه بقى عندك تو سلوبس بس لسه ما عندكش تو كاسب تيبس، انت محتاج ان يكون عندك كاسب تيب بوينتد شارب زي الدبوس ده كده، زي السن ده كده، عشان خاطر تقدر تشتغل. يبقى طالما هو لسه انت ما عندكش فلات، لسه في فلات سيرفيس، يبقى هتسخن مره كمان بس ما تبقاش النايف سخنه قوي، والتوث انت شايفها اهي، انا بص عليها من ناحيه الاوكلوزال. في الوضعيه دي مش هينفع تسيح واكس كتير يوسخ ايديك، يعني يقع على ايديك، فانت مفيش عندك ريسك. وتمسح تاني وتقفل الاسبكت من هنا اهو، وهلف التوث عشان ابقى ملكها كويس، واقفله تاني من الناحيه التانيه. يبقى بقى عندي نايف ايدج، شايفين شارب ايدج باديه من الاول لحد الاخر زيها زي الايه النايف، وعندي تو سلوبس كبار اهم مفتوحين اقدر افتح بيهم كويس. وابص مره تانيه الاقي ان انا عندي لسه وان سلوب اطول من التاني، يبقى انا اذا عندي هنا انا كده وصلت التوث بتاعتي لايه؟ لفور كورنرز. انا هنا لسه ما وصلتش للكونتاكت ايريا لو انتوا واخدين بالكم، فانا هسيح مره كمان عشان ابين ان انا عندي الكونتاكت ايريا بتاعتي في الميزيا المرفوعه عنها في الدستل. يبقى انا لما اجي ابص كده هلاقي ان انا عندي تاني كاسب تيب شارب اهي بوينتد، وعندي الديستال سلوب والميزيا سلوب اطول منه، وعندي الروت اهو جاهز. يبقى انا اذا التوث بتاعتي دي اصبحت جاهزه لانها تتفنش. خلصت تسيح خلاص، فاضل عندي زي ما احنا متعودين دايما في اوت لاين كده بره الرسمه بتاعتي، هبتدي افنشه. وانت بتفنش الاوت لاين ده لو سمحتوا ما تقفلوش المساحه دي، شايفين المساحه دي حلوه وكبيره ازاي، انا عايزاها تفضل مفروده كده عشان اقدر ارسم انا هنا تو بروكسيمال ايه في افتح سوري اعمل كارفنج لتو روتس، وما تدمروش اي حاجه، يعني ما تضيعش الكونتاكت ايرياز، ما تضيعش اي حاجه خالص. انا مخبيه اهو الكونتاكت ايرياز بتاعتي وبسيح على اساسها، او اكشلي بضيق الرسمه، بضيق البلوك على قد الرسمه بتاعتي اهو. خلاص انا كده البلوك بتاعي او الرسمه بتاعتي بقت سوري البلوك اه على قد الايه الرسمه بالظبط. يبقى انا كده وصلت التوث بتاعتي لايه؟ لفور كورنرز. طالما وصلت التوث بتاعتي لفور كورنرز يبقى انا اقدر اعمل بعدها الفينشنج اللي انا عايزاه. الفينشنج اللي انا عايزه اللي هو ايه؟ اللي هو اولا انا محتاجه ان انا اشيل تو لاين انجلز دول اللي هما الليبيال لاين انجلز، هنشيلهم من اول فين؟ هشيلهم من اول الايبكس هنا لحد الكونتاكت ايريا بس. اوكي؟ يبقى اذا عندي احط صباعي هنا كده واشيل اهو زي ما كنا بنشيل بالظبط في الايه؟ في الانتيريور، مفيش اي فرق بينها وبين الانتيريور. وتاني بشيل من التو دايركشن، من الكراون للروت ومن الروت للكراون، ده الديستال بتاعي اهو، هشيل اهو الانجل والف التوث الناحيه الثانيه واعمل الايه؟ الانجل بتاعتي. طيب انا كده خلصت ليبيال، يبقى انا محتاجه ان انا اعمل لينجوال. بصوا التوث قد ايه؟ كلها قد بعضها. انا محتاجه ان انا اللينجوال اسبكت ده لو تفتكروا الجيومتريك اوت لاين بتاعنا هيكساجونال، يعني ست اضلاع، ادي واحد اثنين، انت هتوجدهم الاثنين دول بانك هتعمل ليبيال ريدج دلوقتي. مظبوط؟ وبعدين تلاتة أربعة، يبقى فاضل لك اتنين هنا، شايفين المساحة دي؟ أنت عايز تعملها تضيقها وتعمل لينجوال كونفرجنس. يبقى أنا هقسم التوث بتاعتي من النص ميزيال وديستل، تمام؟ واجي ده الميزيال بتاعي أهو، أحط إيدي هنا، أخبي السلوب بتاعي خالص التب. أنت بقى هنا عندك عايز تحافظ على حاجتين، على التب وعلى الكريس وعلى الكونتاكت إيريا هنا. يبقى تحط صباعك هنا خالص تخبي المساحه دي، وتمشي خالص تشيل الانجل اللي هي الميزيولينجوال لاين انجل خالص اهي، انا هشيلها تماما والف التوث الناحيه الثانيه واشيل خالص الميزيولينجوال لاين انجل الاول.
وبعدين اوصل لحد الخط اللي انا رسماه في البروكسيمال، يبقى احط صباعي هنا مره تانية واقفل لحد الخط ناحيه من الاذر سايد اللي هو من ناحيه الروت اهو. طيب ده السيرفيس اهو فلات اللي هو النيزيال بتاعي، والديستر انا ابتدى يلف مني عشان خاطر هيقفل، شايفين الانجل الجديده ابتدت تظهر اهي. طيب تعالوا نعمل الناحيه التانيه مره كمان، ده الديستال، هشيل الديستولينجوال لاين انجل خالص وانا مخبيه تماما التب بتاعتي والسايد والكونتاكت، وبعدين هاجي لحد الخط اهو، واجي من الناحيه التانيه الف التوث واشيل في اتجاه الروت اهو. شايفين في حته فلاته اهي في النص لسه بين التو لاينز اوف كونفرجنس اللي هو الميزيال والديستال، لفوا التو كونفرجنس دول على بعض اهم، وانت لسه اجين مخبي التوث بتاعتك من هنا ومن هنا. اتفرجوا بقى على الاوكلوزال اسبكت، 1 2 3 4 5 6، يبقى انت عملت الهكساجونال وانت اصلا بتعمل اللينجوال ايه كونفرجنس بتاعك. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللينجوال اسبكت بتاعنا او اللينجوال كاسب، ام سوري، كان في ثلاث شروط بالاس، شورتر دي انت عملتها في الاول، سموث وسفيرويد، بقى مدور سموث وسفيرويد. يبقى احنا اجين بعد ما خلصناها فور كورنرز، احنا شلنا تو لاين انجلز بتوعنا الليبيان وعملنا لينجوال كونفرجنس لغايه ان هو دور اللينجوال اسبكت بتاعنا وادانا التو انجلز الزياده عشان اطلع هيكساجونال، يعني اطلع 6 ارمز في الاوكلوزال اسبكت بتاعي. وبعدين افنش المع كويس، وانا بلمع ما بجيش خالص ناحيه الكاسب تيب والكونتاكت ارياز، بلمع من فوقهم، السلوبس بتوعي انا ما بجيش جنبهم، تمام. يبقى ده شكل الليبيا الاسبكت بتاعي اهو، مفيش لاين انجلز عندي خالص، ولسه ما فيش حتى سيرفايكال لاين، بروكسيمال سموث ما فيش فيه اي حاجه، اللينجوال مدور تماما والبروكسيمال بتاعي مره ثانيه. نيكست ستيب، يبقى اول خطوه قبل ما نبدا على النيكست ستيب مره كمان بعد الفور كورنرز انا هشيل لاين انجلز واعمل لينجوال كونفرجنز، وبعدين انا هعمل السيرفايكال لاين. انت لسه عندك بقايا السيرفايكال لاين مرسومه، كمل رسمه السيرفايكال لاين بتاعتك اهي، والميجر بتاعنا زيرو خالص في الديستل وواحد ملي متر في الميزيال. بص تاني على التوث بتاعتك، ده السلوب الاطول بتاعي اهو، يبقى ده الميزيال بتاعي، يبقى انا هقيس واحد ملي في قلب الكراون وهعمل السيرفايكال لاين بتاعي مثلث رفيع خالص مش هيبان، هشيل امشي بس على الاوت لاين بتاعه عشان خاطر بس يبقى عندي ايه الشكل اللي انا عايزاه. كل مره لما بنيجي نرسم السيرفايكال لاين بنقول فنشوا الروت، هنا احنا مش هنفنش الروت مش هنعمل اي حاجه خالص، انا يا دوب هفصل الكراون عن الروت بس انا مش هفنش الروت دلوقتي. ليه؟ عشان انا عايز افتح الاوكلوزال قبل ما افتح الروت، عشان وانت بتفتح الاوكلوزال بتبقى ماسك التوث بتاعتك من حته سوليد، شايفين حلوه ومكلبظه ازاي؟ لكن لو انا دلوقتي فتحت الروت ورحت ماسك التوث بقى كده بكل العنف وجيت افتح الاوكلوزال هنروح كسرين الروت، وانا مش عايز الروت بتاعي يتكسر. يبقى اذا عندي انا هفنش كل حاجه واخر حاجه هفتحها هتكون الاوكلوزال اسبكت. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ انا عايز اعمل ليبيا ريدج عشان اكمل الهكساجونال، اكمل الست ارمز بتوعي، يبقى هعمل الليبيا ريدج الاول وبعد كده اعمل الايه؟ افتح الاوكلوزال.